المصباح السحري هو عنوان مهرجان الأغنية العربية للأطفال والذي ينظمه معهد المانيفيكات للموسيقى في القدس. أقيمت النسخة العاشرة من هذا المهرجان يوم الأحد الموافق 30 آذار في قاعة حراسة الأرض المقدسة. تم الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة من خلال تقديم أفضل الأغنيات من الأعوام الماضية. هذا الحفل الموسيقي كان من مهرجان المصباح السحري اللي هو العمل النهائي لتدريبات طويلة مع من إنتاج هذا المهرجان، تجميع الأغاني، تجميع الكلمات، وضع الموسيقى على الأغاني، توزيعها وتعليمها لهدول الأولاد الصغار. نحن بعد الحفل الموسيقي وبعد المهرجان نحن بننتج سي دي ودي في دي لهذا الحدث. الأغاني اللي تغنت كمان تنطبع كلمات وأغاني بتنعمل كتيبات عشان تتوزع على كل المناطق في فلسطين، في إسرائيل، في الأردن، بلبنان وحتى بسوريا. والهدف من هذه إنه تجميع مادة موسيقية لتعليمها للأولاد في المدارس. تتناول الأغنيات مواضيع عديدة متنوعة قريبة إلى قلب الأطفال مثل المدرسة والسير والتلوث والأم، كذلك فإن الوضع الاجتماعي أيضا حاضر وبقوة، إضافة إلى أغاني تتناول موضوع السلام. خلال الحفل الموسيقي قام بأداء الأغنيات طلاب معهد المانيفيكات أعضاء براعم جوقة الياسمين بقيادة مريم يونان بمشاركة جوقة مدرسة شميدت التي قدمت أيضا بعض الرقصات الشعبية الفلسطينية. ورافقت الجوقة أوركسترا معهد المانيفيكات الصغرى بقيادة الأستاذ روبرت كانيتي. أما عرافة الحفل فقد تولتها الصحفية الفلسطينية إيمان القاسم، واختتمت الأمسية بتقديم الأغنية الجديدة سلامي يا قدس.